بداية صيف عصيبة على الهند، اشتدت موجة حر لا تبقي ولا تذر، تخطت 40 درجة. الخسائر بشرية بالأساس متمثلة في وفاة أكثر من 50 شخصا خلال اليومين الماضيين. وسائل إعلام هندية قالت إن وزارة الصحة الهندية طالبت المؤسسات الحكومية وغيرها في مختلف الولايات الهندية بضمان الرعاية الفورية للمرضى، ودعت المستشفيات إلى توفير المزيد من الأسرة نظراً لاحتمال استقبال المتضررين من موجات الحرارة المرتفعة. فيما يتوقع مكتب الأرصاد الجوية في الهند أن تستمر الحرارة في تخطي درجاتها المعتادة خلال الشهر الجاري، مشيرا إلى أن مدينة نيودلهي سجلت 4 أعلى درجة حرارة منذ أكثر من 50 عاما. وكانت الهند قد سجلت أكثر من 40,000 حالة شبه بالإصابة بضربة شمس هذا الصيف، بالإضافة إلى أكثر من 100 حالة وفاة مؤكدة خلال الفترة من فتح مارس الماضي إلى 18 يونيو الجاري.